في الصالونات السياسية مبادرة رئاسية مقدمة من كتلة الاعتدال بموافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري لم تنضج بعد، وخيار رئاسي ثالث يتقدم. فهل خسر الثنائي الشيعي معركة الرئاسة؟ شغلت عواصم القرار الدولية والإقليمية محركاتها الرئاسية سعياً لإحداث خرق يصل إلى الانفراج في الملف الرئاسي اللبناني، وبدأت الترويج بقوة لاعتماد الخيار الثالث لفتح أبواب المجلس النيابي الموصدة. ويبدو بحسب معلومات صحيفة الأنباء أن الأمور تميل إلى تسوية رئاسية تنتج رئيساً يستطيع إمساك العصا من المنتصف، ما يمكنه من إدارة الأزمة اللبنانية المستفحلة. المحركات الرئاسية عينها تفاعلت داخلياً، فقبل أسبوعين نضجت ورقة الاعتدال، وسارع نوابها إلى إبلاغ الرئيس بري أولاً بمندرجاتها، لأنهم يعرفون سلفاً أنه من دونه لا يمكنهم تحقيق ما رسموه على الورق وفق صحيفة النهار، وبشروا في إجراء الاتصالات المطلوبة. وأبلغ بري الاعتدال بأن أعضاء كتلة التنمية والتحرير لن يتغيبوا عن هذه الدعوة التشاورية التي تعمل على الحصول على أكبر نسبة من النواب وتعهد بعدم تطيير جلسة نصاب الانتخاب المنتظرة، ونزع هذا السلاح من أي كتلة. من هذا الشكل هناك تفاؤل، مش تفاؤل، هناك إيجابية كبيرة بالتعاقد مع مبادرة كتلة الاعتدال من قبل كل الأطراف اللبنانية، ولن يكون هناك أي طرف خارج هذا الاستثناء. يعني حتى الحزب الاشتراكي الذي سيلتقي اليوم كتلة الاعتدال سيكون موقفه إيجابيا جدا من هذه المبادرة، كما من كل المبادرات السابقة، رغم أن البعض لم يتجاوب مع مبادرات الحزب الاشتراكي سابقا. وأيضا بحسب المعلومات اللقاء مع حزب الله سيكون يوم غد الأربعاء، سيكون هناك لقاء بين كتلة الاعتدال وكتلة الوفاء للمقاومة. أيضا الحزب سيتعامل بكثير من الإيجابية مع هذه المبادرة، وهو أصلاً أصل هذا التعامل الإيجابي مع كل مبادرات الحوار. هذه التحركات لا تزال مستمرة، وهي تتلاقى مع الحاجة الملحة في البحث عن مخرج لانتخاب رئيس الجمهورية، إلا أن موقف الحزب لا يزال غامضاً. كل الأطراف المعنية الأساسية منها حزب الله والحزب الاشتراكي غير متفائلين بإمكانية وصول هذه المبادرة إلى الخواتيم المطلوبة لأسباب واضحة. هل هناك ما تغير في المنطقة ولبنان والإقليم لأجل الوصول إلى انتخاب رئيس؟ الجواب هو كلا. هل هناك اتفاق على سلة متكاملة من رئاسة الحكومة إلى الملف الاقتصادي تصدق انتخاب الرئيس؟ أيضا الجواب هو كلا. وبالتالي ربما ما عجزت عنه الدول الغربية حتى الآن لن تنجح بالقيام به كتلة الاعتدال، رغم أن هذه الجهود مطلوبة ومشكورة. إذا غدا سيكون هناك لقاء مع حزب الله ولقاء مع المردة أيضا نهار غد، واليوم مع الاشتراكيين. يبدو أن هذه الورشة الرئاسية على الأرض ستنتظر كثيرا إلى حين إنضاج الورشة الإقليمية الكبرى، إذ أن التوقيت الخارجي غير مناسب حتى الساعة لإعادة تشغيل نافورة المياه في الباحة الرئيسية للقصر الجمهوري في بعبدة مع دخول ساكنه الجديد.